43 عاما وبهجة الانتصار لا تفارق العاصمة الإيرانية طهران. احتفالات الليل فيها تسبق احتفالات النهار، تبشيرا ببزوغ فجر قيام الدولة الإسلامية وبتحريرها من التبعية والارتهان. الألعاب النارية في سماء الجمهورية الإسلامية في هذا اليوم هي حلقة جميلة من حلقات الاحتفال بالنصر، ففي وميضها رسالة الإيرانيين الموحدة والثابتة المؤكدة أن الدولة منذ 43 عاما لا تزال للإيرانيين دون غيرهم برا وبحرا وجوا. ولعشية الانتصار تكبيرة لا تفارق آذان الثائرين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. في مواقع التواصل الاجتماعي كان للناشطين من داخل إيران وخارجها حضورهم لإحياء ذكرى انتصار الثورة الإيرانية لنقل مشهد الاستقلال الإيراني في ظل زمن التطبيع والخضوع. وكلما مر هذا التاريخ تسارع إيران إلى تسجيل إنجازات جديدة وإضافة المزيد مما أنتجته ثورة الإمام الخميني في مواجهة الظلم وتحدي الاستكبار وصد أعدائها وحماية سيادتها وحفظ كرامتها. فتأتي عشية الذكرى لتتويج الجمهورية سلطة وشعبا.